السلام عليكم، معاكم ابراهيم سنجر، حلقة جديدة وفيديو جديد. عاملين ايه؟ ورب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنقدم فيه تجميعة اقتصادية ظريفة جدا بسعر ممتاز، نكسر بيها حاجز الكلام عن المذر بوردز وعن كروت الشاشات وعن الشاشات، خصوصا ان اهم قطعة في التجميعة كان فيها شورتج وما كانتش موجودة الفترة اللي فاتت في السوق، بس القطعة دي بقت موجودة دلوقتي وبسعر مميز جدا، وهو البروسيسور. تجميعة هتبقى في حدود 7450 دولار. القيمة المادية اللي انا قلت لك عليها دي هقدم لك بيها سولوشن كامل او كيس كاملة بتتكون من 6 قطع، بروسيسور ومذر بورد ورام واس اس دي وهارد ميكانيكال وكمان كيس بباور سبلاي. يعني مش هتلاقيني في وسط الكلام اقول لك احسن انا كان عندي باور قديم فركبته وكان عندي رام بتست بيها واشتري اي كيس مستعملة ب200 جنيه وتلاقي الرقم اللي اتقال لك في الفيديو او مكتوب على عنوان الفيديو من بره انت متورط في 1000 و2000 جنيه زيادة. كمان مش هتلاقيني كاتب لك على عنوان الفيديو من بره ان دي افضل تجميعة اقتصادية 2021 او تجميعة اقتصادية تشغل لك كل الجيمز اللي موجود في الدنيا او افضل تجميعة اقتصادية لتشغيل برامج الجرافيكس والمونتاج، لان احنا لما بندخل على الفيديوهات اللي بالعناوين دي بالقيمة المادية دي ما بنلاقيش الكلام مظبوط. هسيب لك تحت في الديسكريبشن لينك ممكن تدخل عليه تشوف التجميعة دي تقدر تعمل لك ايه كجيمز. تجميعة تشغل جيمز كويس، او هتشغل جيمز بس بشكل معين، ممكن اشتغل بيها جرافيكس، ممكن اشتغل بيها جرافيكس ومونتاج بس بشكل معين، ينفع استريم بيها ينفع تستريم بيها بس برضو بشكل معين، لان القيمة المادية مهمة جدا في الهاردوير. كل ما بتزود قيمة مادية بجيب هاردوير اعلى، في النهاية بينعكس على الاداء. كمان انا هقولك التجميعة دي مستقبلا انت تعمل فيها ابجريد بانهي شكل. بس قبل ما ندخل في تفاصيل التجميعة ونعرف المواصفات بالتفصيل، اعرف انك بتتفرج على قناة سينجر هاردوير، اشترك في القناة، لو مش مشترك اعمل سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات على الكل عشان اي فيديو جديد انا بعمله يوصلك، اعمل لايك للفيديو وشاره على صفحتك، ممكن يكون حد تاني غيرك مهتم بالتجميعات. خليكم معانا. اول قطعة معانا في تجميع النهاردة هو البروسيسور اللي هيبقى من معالجات AMD، موديل رايزن 5 3400G. بروسيسور رايزن 5 3400G بيعتبر من معالجات الـ APU الزين بلس بمعمارية او دقة تصنيع 12 نانومتر. الـ APU ده هو اختصار حاجة اسمها Accelerating Processing Unit، بيبقى عبارة عن CPU مسؤول عن معالجة البيانات بلس GPU مسؤول عن معالجة الجرافيكس بشكل عام. 3400G كبروسيسور بينزل بسرعة 3.7 جيجا هيرتز up to 4.2 جيجا هيرتز بعدد كور 4 ومع تكنولوجي الهايبر ثريدنج اللي بتساعدنا في البارل كومبيوتنج والمالتي تاسكينج، يعني الكور الواحد بيقدر يعمل حاجتين في نفس الوقت. هنلاقي البروسيسور مسمى معانا كعدد كور 8 ثريد في ديفايس مانجر. البروسيسور بينزل بتوتال كاش 6 ميجا بايت متوزعين على مستويين L2 بلس L3 بمعدل استهلاك طاقة او باور كونسامشن 65 واط. ده كده الجزء المتعلق بالبروسيسور. الجزء المتعلق بالجي بي يو هنلاقي ان البروسيسور عليه جي بي يو موديل راديون RX فيجا 11. 11 دي بتمثل عدد الكورز الخاصة بالجي بي يو. سرعة الكورز دي بتوصل معانا لحد 1400 ميجا هيرت، يعني ببساطة شديدة جدا ال 3400G بنقدر نقول عليه البروسيسور عليه كارت شاشة مدمج. البروسيسور ده في تجميعة النهاردة هنركبه على ماذر بورد من شركة جيجا بايت. موديل الماذر بورد هي B450M S2H version 2. ماذر بورد بتسبورت سوكت AM4، بقدر اركب عليها معالجات رايزن الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث، وبما انها فيرجن 2 فبالتالي نازل عليها ابديت بايوس، اقدر اشغل عليها معالجات الجيل الرابع زين 3 ال 5000 سيريز من AMD. المذر بورد فيها 2 سلوت ميموري، بتقرا معانا رام اب تو 64 جيجا رام بسرعه توصل لحد 3600 ميجا هرتز من خلال تفعيل خاصيه الاكس ام بي من البايس الخاص بالمذر بورد. هنلاقي بي سي اكس بريس جين 3 بسرعه اكس 16، وكمان فيها انترفيس ام 2 لو هعمل ابجريد في المستقبل واركب اس اس دي ام في ام اي. المذر بورد عليها 4 ساتا. بالنسبه لي الباك بانل هنلاقي عدد 6 يو اس بي، منهم 4 يو اس بي 3.1 جين 1 و 2 يو اس بي 2. البروسيسور مع المذر بورد سعرهم بيوصل تقريبا لحد 3650. طيب هل في سولوشن تاني عند انتل يكون افضل من المذر بورد دي والبروسيسور ده؟ خلينا نشوف. لو بصينا مثلا على الاي 3 10 مي هنركبه مثلا على ماذر بورد اتش 410
ولازم نشتري كارت شاشه بما ان الجهاز احنا واخدينه عشان الجيمز، فهنشتري كارت شاشه جي تي 1030 2 جيجا دي دي ار 5. الثلاث قطع دول يسمعوا معانا 4650، يعني اغلى من سولوشن بتاع اي ام دي حوالي 1000 جنيه. في المقابل ان كارت الشاشه المدمج اللي على ال 3400 اداؤه قريب جدا جدا من كارت الشاشه الجي تي 1030 من انفيديا، فبالتالي هروح ادفع 1000 جنيه في حاجه ما تستاهلش القيمه الماديه دي تماما. فانا شايف ان سولوشن 3400 جي على المذر بورد بي 450 ام الاس 2 اتش في 2 من جيجا بايت هو افضل سولوشن احنا ممكن نشتغل عليه. تالت مكون معانا في التجميع وهي الميموري اللي هتبقى من شركه تيم جروب موديل تي فورس دارك زي بحجم 8 جيجا من نوع دي دي ار 4 بسرعه 3200 ميجا هرتز وسي ال 16، وده افضل باس سبيد بافضل سي ال ممكن اركبه على المذر بورد واشتغل مع البروسيسور. ميموري عمليه جدا عليها هيت سينك للتبريد. وناخد بالنا هنا من حاجه مهمه، ان الرامات الثمانيه اللي احنا ركبناها في التجميعه دي بتسمع معاك 6 جيجا، طب ال 2 جيجا الباقيين دول راحوا فين؟ دول بيتحجزوا لكارت الشاشه. لذلك لما بتبص على حجم كارت الشاشه الانتجريتد على البروسيسور بتلاقي حجم كارت الشاشه 2 جيجا دي دي ار 4، والفيزيكال ميموري الخاصه بالجهاز بيبقى حجمها 6 جيجا مش 8. بالنسبه للهارد الميكانيكال او الاتش دي دي اللي معانا في تجميعه النهارده هيبقى حجمه 1 تيرا، سواء كان ويسترن ديجيتال او سيجيت، الاثنين شبه بعض جدا من الناحيه العمليه خصوصا في حجم 1 تيرا. نفس سرعة الدوران 700 RPM وكمان نفس السعر. فلو انت حابب تشتري سيجيت شغال حابب تشتري برضو ويسترن ديجيتال شغال. بالنسبة لي الـ SSD في تجميعة النهاردة هيبقى صناعة شركة A Data Model SU650 وحجمه 120 جيجا. SSD عملي جدا، تقدر تقول انه افضل SSD بحجم 120 جيجا ممكن تشتريه او تلاقيه في السوق. بيعتمد على تكنولوجي 3D NAND Flash، بيدعم الاس ال سي كاشنج اللي بتعلي جدا من سرعه القراءه والكتابه او بتعلي من اداء الاس اس دي بشكل عام. سرعه القراءه اب تو 520 ميجا بتس بير سكند، سرعه الكتابه اب تو 450 ميجا بتس بير سكند. بالنسبه لي الناحيه العمليه عمر افتراضي طويل بسبب دعمه للاي سي سي او الايرور كوركشن كود اللي بتقدر تكتشف الاخطاء وتعالجها، بتوصل عمر الافتراضي لحد 2 مليون ساعه. اخر مكون معانا في تجميعه النهارده وهي الكيس اللي هتبقى كولر ماستر موديل سي ام بي 500 بحجم 600 واط. كيس ميد تاور باور سبلاي عملي جدا، ثلاث فانات، فانتين قدام بيلدوا بالاحمر بيقدروا يدخلوا هواء، فانه في الخلف بتقدر تخرج الهواء. كيس بتدعم هاردين ميكانيكال واثنين اس اس دي كيبل مانجمنت، فهتبقى كيس مناسبه جدا للتجميعه بتاعتنا، كمان نقدر نبني عليها في المستقبل. دي تجميعة النهاردة اللي قلت احكم عليها، عبارة عن 6 قطع بروسيسور ماذر بورد رام واس اس دي وكيس بباور سبلاي. نقدر نطور في الكيس في المستقبل لو حبينا نزود رامات ينفع، حبينا نشتري كارت شاشة عالي زي مثلا 1650 سوبر ينفع، 1660 سوبر ينفع، البروسيسور يستوعب حاجة زي كده، الماذر بورد يستوعب حاجة زي كده، وكمان الباور سبلاي قادر انه يستحمل كروت شاشة عالية. دي كانت نهاية حلقة النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة، اعمل سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات على الكل عشان اي فيديو جديد انا بعمله يوصلك، اعمل لايك للفيديو وشيره على صفحتك لاي حد مهتم بالتجميعات ممكن يشوف الفيديو ويكون فارق معاه، ونشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.